وفي شبوه نظم موظف فرع الهلال الأحمر اليمني وقفة احتجاجية تضامنا مع موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني عما يتعرضون له من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وردد المحتجون بجريمة قتل عدد من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني بينما هم يؤدون واجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى، مناشدين الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤوليتهم بوضع حد لهذه الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني. يقف الهلال الأحمر اليمني فرع شبوة يقف اليوم وقفة احتجاج على أرواح شهداء العمل الإنساني في غزة الذين استشهدوا وهم يقومون بواجبهم وعملهم الإنساني. فإذن ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع أخواننا الهلال الأحمر الفلسطيني، وإننا ندعو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي والحقوق الإنسان أن تحمي المسعفين وهم يقومون بواجبهم وعملهم الإنساني. فنترحم على أرواح الشهداء الذين لقوا حتفهم، و ندعو جميع الأطراف إلى أن يتجنبوا المسعفين وطواقم الهلال الأحمر عند أثناء عملهم الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا في هذا اليوم نوقف وقفة حدادا وشجب واستنكار لما يتعرض له أخواننا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة من عدوان همجي، ونحن اليوم نوقف وقفة حداد على أرواح شهداء العمل الإنساني في الهلال الأحمر الفلسطيني.